بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تقتل نفسك بلسانك عند نزول المصيبة؟ حديث خطير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول. في رواية: البلاء موكل بالمنطق. بمعنى ينزل عليك البلاء كما تقول بلسانك. بمعنى أوضح، يعني حضر أحدكم أمثلة حتى تتضح الرؤية. جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار مريضا فقال له يعني طهور، فقال له الرجل: بل شيخ كبير، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال له: طهور يا رجل. طهور دي كلمة بتتقال معناها يعني يا رب تخرج من ذنوبك طاهر، تخرج من مرضك طاهر من الذنوب. فقال له: لا. قال له: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: اذا نعم، يعني بدل ما انت مصمم خلاص. فمات الرجل من الصباح في الصباح. سيدنا يوسف هو نبي كريم. شوف سيدنا يوسف لما تكلمت عليه النساء قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فادخل الله السجن، ثم اوحى الله اليه وقال له: يا يوسف، سألتنا السجن فأدخلناك السجن، ولو كنت سألتنا المعافاة لعافيناك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو كان يوسف عليه السلام قال: والمعافاة أحب إلي مما يدعون إلي لعافاه الله تعالى، لكن هو اللي طلب السجن. لذلك أحد الممثلين لا داعي لذكر اسمه كان فقير جدا في بداية حياته، أنا مستعد يجيلي مرض خطير وأبقى غني، بس يبقى معايا فلوس، بس مش مشكلة. حتى لما قالوا له يعني احمد ربنا على الصحة، كان بياكل فول أو حاجة زي كده، فيقول لهم. فمرت الأيام وبقى من يعني ممثل مصر الأول وعنده شركة إنتاج، وهو في الأربعينات جاله المرض اللعين ومات زي ما هو طلب. طبعا في أمثلة كتيرة جدا يعني في السنه وفي أمثلة، بس انا مش عايز اطول عليكم يعني. فده الخطا اللي بيقع فيه اكتر الناس عند نزول المصيبه، فاللسان بيسبق العقل. فالانسان يقول ايه لما تحصل له مصيبه؟ انا ميت ميت، انا رايح في داهيه رايح في داهيه، الموضوع ده فاشل فاشل، مفيش فايده. ويدعو الانسان والشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. فالملائكه تكتب اللي هو قاله ويتنفس. وده الجزع اللي بيحصل عند المصيبه. طب نعمل ايه؟ ما هو انت جايز جدا يعني احيانا كتيره اللسان بيسبق العقل. فاول حاجه استغفر الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه قل عكس ما قلت. يعني لو انت قلت انا ميت ميت، انا رايح في داهيه، الموضوع ده بايظ، ما فيش اي امل، ما فيش امل، مش ممكن حوصل لاي نتيجه، مستحيل، الموضوع ده مستحيل يتحقق، اي كلمه بمعنى ده. لا انا مستحيل احج، مستحيل، لا انا مستحيل اسافر، لا مستحيل. وانت تعلم الغيب في ايه؟ مش جايز ظروفك تتغير، مش جايز ربنا يقيد لك واحد يساعدك. ف ده الخطا الشائع اللي بقى فيه اكثر الناس. فقل عكس ما قلت، قول لا. بعد ما لسانك زلف قلت كده، قول لا ان شاء الله ربنا ييسر لي الامور، لا ان شاء الله الموضوع هيتم، ان شاء الله ربنا يبارك في عمري ما يحصل ليش حاجه، ان شاء الله. عكس قول الكلام اللي انت قلته والعكسه، دي اهم حاجه. وبعدين ما فيش مانع تتصدق بصدقه كفاره على اللي انت قلته. ليه؟ ما هو ده الفرق بين القضاء والقدر. اللي انت قلته ده هيتكتب يبقى قضاء يتحول لقدر. لكن لو انت تبت الى الله سبحانه وتعالى واستغفرت وغيرت الكلام وقلت عكسه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يغير الكلام اللي كتبته الملائكه في الصحف حتى يوافق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ابدا. فاحنا عايزين ما تجيبش لنفسك مصيبه بلسانك، امسك لسانك، ولو لسانك زلف لان لازم لسانك هيزلف، اعمل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، غير كلامك، استغفر الله، تصدق بصدقه، ثم ربنا سبحانه وتعالى يغير هذا القضاء الى قدر الحمد لله، ان شاء الله يكون قدر جيد. اقول قولي هذا، استغفر الله.